وبأجمل أسلوب تروى تحكي عن دنيا الحيوان، لكن تعلم بالإنسان، لكن تعلم بالإنسان. يحكى 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 أنه كان وكان، يحكى أنه كان وكان، يحكى أنه كان وكان، يحكى الوحش. كانت هناك قرية جميلة تقع على سفح جبل شاهق، وكان يعيش في ذلك الجبل وحش كبير يرعب سكان القرية. فلنأخذه إلى الطبيب. هيا هيا. سحقا لهذا الوحش البشع، لا يزال يهدد قريتنا. كل من يذهب إلى أعلى الجبل يتعرض للأذى. لماذا لا نصعد إلى الجبل ونحارب هذا الوحش ونقتله؟ لماذا؟ لا تكن سخيفا، يقولون إنه وحش كبير وسنتعرض نحن للأذى بدلا من أن نؤذيه، أتفهم؟ لكنك خبير في رمي السهام، وأنا أجيد استعمال العصا، وسنتمكن من الانتصار عليه لو تعاوننا معا، ما رأيك؟ إذن علينا أن نتدرب جيدا قبل ذلك يا أخي. وهكذا صمم هذان الأخوان على أن ينقذا قريتهما من ذلك الوحش. كان الأخ الأكبر رامي سهام جيدا، وبإمكانه إصابة أي شيء بسهولة. أما الأخ الأصغر فكان ماهرا في استخدام العصي، ولكنه كان متهورا قليلا، وكان يعتقد أنه الأفضل والأقوى عندما تكون العصا معه. الوحش، لقد هاجم رجلا منا، لقد هاد الوحش، لقد جرحه الوحش. يا إلهي الوحش. إنه مخيف. هناك وحش في الجبل العالي، ابتعدوا. يقولون إن حجمه كبير وشكله مرعب. نعم، وله عين واحدة في رأسه، إنه يلتهم كل من يقترب منه. إني خائفة. يا إلهي، هناك كثير من حيوانات في هذا الجبل، سنعاني من مشاكل لو عجزنا عن الصيد هناك. لن أنتظر أكثر، سأهاجم الوحش بهذه العصا، سأهاجمه. لا تتعجل، كثير من القرويين سيعانون، علينا ألا ننتظر أكثر من هذا. أسمعت؟ إن الوحش كبير جدا، لن تستطيع التغلب عليه بهذه العصا الصغيرة أبدا. أستطيع استعمال هذه العصا جيدا، سأتغلب عليه. لن أدعك تذهب، نحن وحدنا وليس لدينا شركاء. ماذا لو أصابك الوحش؟ سوف يقتلك، أتفهم ذلك؟ أتفهم؟ لا تكن أحمق. وفي إحدى الليالي تسلل ظل داكن إلى خارج القرية. لقد كان الأخ الأصغر المتهور ركض صوب الجبل إلى حيث يعيش الوحش. أخي، أنا متأكد من أنني سأهزم الوحش، أرجوك لا تقلق بشأني يا أخي، انتظر وسترى. يا إلهي، الوحش سوف يفترس أخي. طلب الأخ الأكبر من القرويين البحث عن أخي، لكن القرويين كانوا خائفين من الوحش، ولم يذهب أحد منهم إلى الجبل. ومضت عدة أيام دون أن يعود الأخ الأصغر إلى القرية، وكان أخوه قلقاً عليه جداً، فقرر أخيراً أن يذهب إلى الجبل على الرغم من رقابة القرويين.
سوف أنقذك يا أخي. استغرق عبور الأشجار في الغابة عدة أيام، وأخيراً وصل إلى المكان الذي قيل إن الوحش يعيش فيه. هناك أحد على القمة، أهو أخي أم ذلك الوحش؟ لابد أن أعرف. حسناً. وبشجاعة تسلق الأخ الأكبر الصخور القاسية وانزلق وتعثر، لكنه كان يعاود مرة أخرى وأصيب بخدوش وكدمات في أنحاء جسمه، ولكنه وصل أخيراً إلى القمة. يا إلهي، سوف يقتل أخي. ولكني قد أصيب أخي بالسهم. يا إلهي ساعدني. يا إلهي. لقد أصبته. أخي هل أنت بخير؟ أيها الغبي، لماذا قتلته؟ لماذا قتلته أيها الغبي؟ لقد كان سيقتلك، أليس كذلك؟ وأنا أنقذتك. لا، لقد ساعدني عندما عضتني أفعى سام وكدت أموت أيها الغبي. غبي. حقا؟ أنا مدين له بحياتي، لقد أنقذ حياتي. هل أنت بخير يا صديقي العزيز؟ لقد كنت أبحث عن أصدقاء طيبين يفهمونني. القرويون كانوا يفزعون عندما يرون فيسقطون من المنحدر الصخري. هو لم يؤذي أحدا أبدا أبدا. أوه، لم أكن أعلم هذا. أنا آسف، كنت أتصور أنه عدونا. في الكوكب الذي أنا منه الجميع يشبهونني، وأنت تبدو كالوحش بالنسبة لي. لذلك كنت خائفا منكم ومختبئا في الجبل. أرجوك افتح عينك يا صديقي، أرجوك. تمنيت لو أني عرفتك مبكرا. كان من الممكن أن نصبح أصدقاء حقيقيين. وأن نستمتع بوقت جميل. صديقي الطيب. دفن الأخوان صديقهما الوحش الطيب، وبينما هما عائدان إلى القرية اكتشفا أن الجبل لم يكن مكاناً مخيفاً، بل كان أليفاً. وداعاً! وداعاً! ومنذ ذلك الحين كانت هناك نجمة تلمع فوق قمة الجبل تذكر الأخوين بذلك العملاق الطيب. كان في قديم الزمان وفي أحد البلدان الباردة نوع من الحيوانات تحب النشاط والحيوية وتكره الكسل والأطفال كثيري البكاء، وقد نزلت إلى القرية في يوم تسميه يوم النشاط، وكانت مهمتها أن تحذر الأطفال من الكسل وكثرة البكاء، ولكن على طريقتها الخاصة.
كففت عن هذا اللاعب السيء؟ هل تذكر ما هو اليوم أم نسيت؟ نعم، إنه يوم النشاط. أنا خائف. هذا صحيح، سيقطعون رأسك إن كنت كسولا أو كثير البكاء. لنذهب إلى البيت. لا تنسيا، عليكما ألا تبكي اليوم، كونا طيبين. والآن اذهب إلى البيت. الجبل الثلجي كان يعيش نشوط كبير وآخر صغير، وكان لهما قرنان فوق رأس كل منهما. صباح الخير يا أبي. صباح الخير. صباح الخير. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. هوب 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 هوب. أتعلم ما هو اليوم؟ لا أعلم يا أبي. اليوم موعدنا، سنذهب لقطع رقاب. نقطع رقاب من؟ رقاب الأولاد الكسالى وكثري البكاء. هل نسيت؟ لا. أنا لا أريد أن أقطع رقاب الأطفال، لا أريد يا أبي، لا. أنا جاهز. ماذا حدث لك يا ولد؟ إن معدتي تؤلمني، إنها تؤلمني. أنت، أمثالنا يجب أن لا يكونوا ضعفاء أبدا. معدتي، معدتي لا تؤلمني يا أبي. سحقا، سأقطع أعناق الأطفال كثيري البكاء. اصبر قليلا، سرعان ما سيذهب الألم، وإلا يجب علي أن أقطع رأسك. لا، حسنا، أنا الآن بخير. حسنا، لنذهب. هيا. أيها الكسالى، أنا قادم. أنا جاهز. هل هناك أطفال كسالى؟ أخبروني. هل هناك أطفال يبكون أو كسالى؟ أجيبوا. هل هناك أطفال كسالى؟ تفضل، ماذا تريد يا سيد نشوط؟ هل ثمة أطفال يبكون أو كسالى؟ لا يا سيدي، لا يوجد. أخبروني إذا حصل ذلك. الكل طيبون ولطيفون. حسناً، أنا مسرور من ذلك. أهناك أطفال يكثرون البكاء؟ أخبروني. قد جاءوا. سيقطع رأسك لو بكيت، أتفهم؟ افتحوا الباب.
الأطفال؟ أين؟ هيا هيا اخبرني واخرجوهم. هيا أين هم؟ أين ذهبوا؟ أين أنتم؟ إلى أحفادي في زيارة لأقاربهم، وقد وعدوا أنهم سيكونون أولادا طيبين، أرجوك سامحهم. تفضل قليلا من العصير. تفضل. يبدو أنك لم تقطع عنق أحد، أليس كذلك؟ أنا سعيد جدا يا أبي. أنا لا أقطع رأس أحد يا بني، أنا أخيفهم فقط. لو 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 لا أحد يبكي اليوم، لا أحد كسول اليوم، لا أحد. هذه طفلة تبكي. هيا إليها. أين هي؟ تبدو في الجوار. توقفي. أنا لا أحب الأطفال الذين يبكون. توقفي. قلت لك توقفي أيتها الطفلة. توقفي. أين ذاهبة؟ توقفي. توقفي أيتها الطفلة. أنا لا أحب الذين يبكون. توقفي. توقفي. قلت لك توقفي. يبدو أنه كان ثعلبا. يا للثعلب الماكر، لقد ظننته فتاة. كنت أعلم أنه ثعلب من البداية، هل تصدق ذلك يا أبي؟ كنت أعلم أنه ثعلب. لا تكذب. على العموم أستطيع أن أستريح الآن، فليس هناك طفل يبكي ولا طفل كسول. هذا صحيح يا أبي. وهذه هي القصة في تلك البلاد الباردة. نقرأ ننظر أو نسمع قصصا فيها.